أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم يا فايز يا رابح. واليوم حلقتنا حتكون من داخل مول كابو. هيا معنا ثلاث فائزين، ثلاث متسابقين، وثلاث كوبونات، ونحن تو موجودين داخل المول. خلينا نشوف المتسابقين وين قاعدين. واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ اثنين. شوف اثنين، شنية اثنين. طبعا هذا كوبون اسمه عبي سلتك، خلينا ندسوه كوبون ونحكوا لك شنو القصه. كانك انت عاد شاطره، السله قاعده معاكي، حتملي السله منتجات لميسو توري. بس شنو اللعبه؟ اللعبه انك في دقيقه بس، اول ما نقول التوقيت ابدا، تعبي منتجات لميسو توري. الموجود في السله هو اللي حنحنا ندفعه حقه. تمام؟ تمام، اتفقنا؟ تخوضي التجربه دي؟ يلا. كم القيمة؟ 728. 728. شاطرة 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 الولية، الولية بين عليها مسيطرة في الحوش. مبروك عليك القيمة. طبعا هي القيمة كلها 728. شو رأيك تسيبوك ونعدوا خلوك تتسلكي سلة تردي المواضيع؟ عايزاي خلاص إن شاء الله بإذن الله فازت. طبعا حناخد الفاتورة. ألف 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 مبروك عليك السلة. إن شاء الله يا حنا بالراحة وبالنظافة. اختار يا واحد يا اثنين. ان شاء الله يا واحد يا اثنين. اثنين. جائزة مالية، جائزة مالية، والجائزة هذه مش هتاخدها الا لما تجاوب على سؤال بسيط جدا جدا جدا. يعني شنو نقول لك؟ نبغوا نحن نفوزوك سؤال بسيط. الكنجر، تعرف الكنجر؟ يقول لك الكنجر. كنجر به. الكنجر وين يعيش؟ ها تبي تجي اختيارات ولا انت عند عارف الكنجر وين يعيش يعني؟ اختيارات. بدك اختيارات؟ نقول مش عارف الكنجر وين يعيش. وين يعيش انا؟ انا وين اعيش؟ حتى هو مش عارف روحه وين يعيش. انا عارف تو بعد ما ندور الكنجر وين يعيش تو نقول لك انت وين تعيش. جيب تعيش انت والكنجر ان شاء الله. الكنجر يا اما يعيش في الصين، يا في هولندا، يا في استراليا. 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 واخيرا نبي تصفيقه عاليه منك، تصفيقه. كنجر يعيش في استراليا، فعلا كنجر يعيش في استراليا، وانت فزت معانا بقيمه ماليه قدره 200 دينار. الف الف مبروك، حتى لو ما ينفع عنك. طبعا نحن معانا اخر كبور. طبعا عارفك بنفسنا الاول، انا عبير تروني، تعرفني؟ اكيد انا عارفك، معقوله ماني ما يعرفكش عليك. سلمى كلك ذوق. نحن في برنامج اسمه يا رابح يا فايز، يعني في كلا الحالتين انت رابح. ونحن تو موجودين داخل مول كابو، وحبينا نحن نفوزوا الزبائن الموجودين في الكابو. فقلنا والله خلينا ندور على واحد يفوز معانا بجائزه حشوفها الجمهور الاول، بعدين يشوفها المتسابق. شنو الجائزه؟ ما شاء الله شاشة. انت وشطارتك عاد. طبعا الشاشة لا اسئلة بسيطة جدا جدا جدا. اولا انت في الحوش شنو تستخدم في مواد التنظيف اي شركة؟ لميس. لميس. لو حكينا لك على سائل لميس، شنو فيه من جودة سائل لميس او ليش سائل لميس؟ سائل لميس اول حاجة تحطي منه حاجة بسيطة يدير لك رغوة كبيرة بك. ما شاء الله بسيطة. هذه حاجة بسيطة. موفر متوفر. هذه حاجة نقطة بسيطة. تغسلي بها مرات سيارة. هلا 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 الراجل ميكانيكي باين عليك. باهي واخرى نبو نبو نبو. احنا انا مقتنعة من الموضوع لكن نبي كان المشاهد. تو هذا. أول مرة نسحبها من الشر لميس بكل. لأن فيه بنا لا قوة إلا بالله. توريا. في بنا لا قوة إلا بالله، ما نسحبهاش شورى بكل. لا شورى 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 نفس الشركة والجو تمام كل مع بعضهم وعيلة واحدة كلها. ما نحكيلكش على المطهر. استنى نبوك تدير دعاية تو أنت. ما نحكيلكش على المطهر. هاي على المطهر، هاي على الملاميس والحركات والمطهر. تو احنا بنسمع المشاهدين يتضروا فيه، كيف تقنعهم بلميس؟ شو تقول لهم؟ نبوا حاجة دعائية هيك. خذ لميس ومش راح تقدر تغمض عينيك. هاي عليهم، خذ لميس ومش حتقدر تغمض عينيك. هذه مانيش عارفة كيف جت لكن هاي مشوها عليه محمد.
فاز معانا وبمحمد وبالشاشة. نكون وصلنا لآخر فقرة لنا في حلقة اليوم. أعزائي المشاهدين، كنت مع عبير الترهوني في يا فايز يا رابح من داخل مول كابو. برنامجنا حاجة غير.